عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سلامين معلم الألف مستر مانديلا بحيث الله سوى الله هو سيستاتي كرك الهيت أمان دوليه دوب الدقيل دوب دوب كسي الدقالة كسي الدين أكسي ولا ليه يقيمي مقدير معلمين سيدا معلم صدى صنعان براي أو عن حسوسين أرديجي سوحو أنا صدى صنعان بري سين أيان هدانا أخر مينا كو إن قفل لو ملد هو عيدا العقتين نلسيني لو جوال كان فال مفلك لحبت بشيوائي كل نسيه ملا إدنسينا إلا عد كفشان سيد حموز قال تعبينا قور له أو مساكينا أو قعد لي كقصتي إني لقوا أوليرا قعما إساسار حبتنا لو قلفتو فخف نال أو مكيني لو قجي دو مصومان تاي هاوا صومانا أفران بوا كدلي شان خف نال فوست دحدي دي لقي لي أو لو قلت إحدي لو ميت كنال كلاقة صبحي ليرا مالي دوغا يوي هلو قطورا لح نم ناك خواناتي سلقابط أوليرا فور أديغا قرسنا يهدا دي دن أديغا أمخان تدابا نم قريس إسكجي في إمبرتي سلطة قو أولا صوفلا أولو يما لي وريا بيرتا دا كوفلا كداد هينينا بيرتا دا قلنا هيا أنيغا محاتا بري واي يودا يسي جودا مكل قرسنا للاوي عنك لغدا ليرا أني تن بسوا وافر يميتي كال إسي هادنا سيديت نم كوالا أح مركز هيلب كيس سورينا يئن لودو كان عشور طبار وحما هادلا إما وحما إيه قدمي حبت بوش إلا سي أولوده هو إذا بدرينا لعكتم حو قريس وقصو خايواي عشان راس يكوى كلو كسي ووين أياربنا إنان إذن أخرين ومانتا أخرين تانا إنتا أيانك بلاوينا سيان أكل نبض قلنانا عشان راس نقاين إنا بقي ستانا يو بنتيين إحنا وحلينا يقدون شيخ لأرداي قبلها كاكور كراي أخيار قيل دعيس نبض السو قوغلي ويس سيدي وقاق أحد فيري قاي ورو يبولو قلوينو شان قماس إحكوي بيكو قداي عاوض مسلمو وقرخاضة قالو قالو مدان تقندلكي نقراجي قنبر سارمدي يوي قكس وقكس هيني أرو قابا الليلو عشورتي قرهي سين موريان قيت والبفولو توك مكو قباهاي قردر ممود قارتو قشان بيبي مواقو قمونا مكاعلي هايو قلبتي حخي قوي انتاق قبات وقليسا يا قشين ورسهيسا أحمد وعيبنا كامو قويسو قرتي واعد عداتي قب قبتي سعويسي قفير موافد درال نيوال بو قبل كاقا قشدادا كمالو قوانكي انبقيتي وحق دونسني واي قذالنا لون خمايو كوي قوفل هاي او كوي قوفل هاي او قلي تعب هاي كي قمون قم هاي او قو دير سو ديل هاي قول ليدي سو خبس هاي قيلة كي قنس هاي او قرور روح هاي قاولو اري اوي نيوال بو قبل كاقا قري هاقا نسيبسو مركة ليا بلز قاوين قوتان اساس ku goyno Abdul Xalan wuxuu yiri koob ayaan dhignay shabeelaha hoose oo lagu kala baxay Abdul Xalan koobka wuxuu ahaa mid qalin ah anaga hadda waxa ku dhigeyna mid dahab ah ina daadan ashura idinka qaadayna beerta anaga falayno ama keen ku fashaan oo daadan ilaa ay ka bislaatan adinka ka shaqeynay markay bislaatan wixii ka soo goobay kala qaybsaneena ma dhaceyso mar dambo nabada waa gurtay ka shabeelaha hoose markale wax ma laga tacbay haddii ashirkeena akhrisan diidan ilmeen afkooda Kenya iyo Tanzania iyo Ethiopia saaran yihiin waxa kaliya isku soo harayna waxay naxnaa waa qoriyihiin iyo anaga qoriyihiina shabeelaha hoose qori le isku soo haray bis wax kale ma arkaa inta sidii wax arkayna cid walba sidii ku joogi leed arkayna cid walba sidii ku joogi leedna markaas ayada taqaano koobkana cid qaadanayso waa laakiin xaqiiqada isugu imaanayna oo uu xalana sheegayna waa tan hadii aad raali ka tahay in diiwaanka lagu akhriyo oo aad dhahdaan dambigan waa galay raali ayaana ka leeyna xisaabta mashabeelaha hoose soo ku joogaysa hadii ilmaadeernimada aad sheegayso iyo waxaas aad ogolaanaysana hadii kaleba shalay bakoyta ahayd haddana meesha ka timid kulaaw mirifulana indhaha waxba ku taagina hadii jab hilib dabka la saaro jabkiisa kale meeshu jiro u laabanaya waa sidaas oo kale waxbay maahan adinkaba adinkoo qaxootinimo baraawo ku timideen aa ilmaadeertiina galmudug joogto u waateen saas oo kale leewaay midna xisaabta ku darsada بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال يمرو ويند علاد ادونك ميل ولبو ا كجوغتان كوسو دواادا ورباهينتي ني كو بهاوداي ساوثن ميديا كوبريشن او لو سو غابيا اس ام سي مر ولبنا اد كيشان ورر حقيقوينكا سياسه سر سبينيس ايجيسكا افريكا يا ميدا عالمكا غودهان وي سو غلين براوي
muhiimada ciidamadii soo kala gaadhay caasimada Baraawe ee Mailand ayaan rabnaa inaan idin kala sheegno. Habar gidir 16 doonyood oo ciidamo ah ayay keentay saacadii ugu dambeeyay magaalada Baraawe ee caasimada Mailand si ay uga dagaalanto. Doonyuhu waxay ku soo degteen meel la yiraahdo aagga Sheikh Bimaalow sidii aanba shalay aan idin sheegaynay, waxayna ku xaroodeen ciidamadaasi xaafad loo yaqaano Daarilay ee ku taalla magaalada Baraawe ee caasimada Mailand. Sidoo kale xaafadaha kala duwan ayaa ciidamada loo qaybiyey iyagoo hubaysan oo habaysan, waxaana soo diray Abshir Bukhaari iyo Mahad Salaad Al Cadaala wasiirka arrimaha gudaha Fiqi iyo dhammaan ganacsatadooda iyagoo isku duuban odayaashooda. Habar gidir ayaa soo ambabixisay, dagaal bay u diyaar garoobeen. Sidoo kale waxaa doonyahaasi la socday oo la keenay niman sixiroolayaal ah oo hadda ay joogaan guriga Cabdullaahi Xalane, kuwaasoo maarkayse sixir ku akhrinaya degmada Baraawe si looga adkaado dadka deegaanka leh ee maarkayse raba in gobolkan ay xoreeyaan. Ragga sixirka loo keenay degmada Baraawe waxaa loo iibiyey dameer magaalada wareegayay oo nin la yaqaan haddaba Baraawe jooga oo u dhashay Mataan Cabdulle, laakiin dadkii hore ah oo miskiin ah ayay dameer ka iibsadeen magaalada uu wareegayay. Dameerkii markay soo qabsadeen waxay ku yiraahdeen waxaan u baahanahay inaan kaa iibsanno. Wuxuu ku yiri dameerkan waa ku shaqaystaa $400 ayaan u baahanahay haddiiba la iga gadaayo. Markii dambe $350 aan ku siinaynaa bay dhaheen. Dameerkii way ka kacaysteen, waxaana dameerkaasi lagu qalay magaalada Baraawe, waxaana lagu duugay meesha saldhigyadooda uu yahay markayse habar gidir hadda ciidamada ay soo dejisay. Ninka dameerka laga iibiyey waxaa la yiraahdaa Sheekhay Axmed ayaa lahaa, waa nin u dhashay Abgaal. Abgaalka hadda yimaaday ma ahan, waa Abgaalkii beri samaadkii deganaa oo miskiin ah, isaga kama warqabin arintan. Wuxuuna Abgaal ka sii yahay Wacbuudhan, wuxuuna ka sii yahay Galmaax Yoonis Daanweyne, wuxuuna ka sii yahay Mataan Cabdulle ayay dameerkaasi ka iibiyeen, waxaana loo akhrinayaa sixir. Hadda way fadhiyaan ragga la keenay oo ma arkaysa sixiroolayaasha waaweyn, dameerkana way duugeen saacadihii ugu dambeeyey. Ururka Al-Shabaab iyaguna ciidamadoodu way soo dhaqaajiyeen ee maarkayse macnihii markii dagaalka uu ka bilowday magaalada Baraawe wax meel la yiraahdo Buur Culow oo 7 kilomitir u jirta galbeedka magaalada Baraawe kaga beegan ayay shabaabku yimaadeen si ay u caawiyaan maarkayse habar gidir la dagaalamaysay ciidamada deegaanka ee qaranka Mailand daraawiishta. Meeshaas waxaan ka aragnaa marka militariga ay ku faanayaan, qolyahan waa ururka Al-Shabaab. Sidoo kale 4 nin oo tuni ah ayay habar gidir ku dishay saacadihii ugu dambeeyey iyagoo wata magaca Al-Shabaab. Kaarka Shabaab iyagoo soo qaatay ayay habar gidir yaaq Baraawe ay ku dishay 4 nin oo tuni oo shacab ah. Marka macnihi way cadaysteen, laakiin geesta kale bal Mailand iyaduna Mailand hal guuto oo ciidan ah habaysan oo hubaysan jugta culus ah oo maarkayse macnihi daraawiishta iyo militariga isugu jira oo digil iyo mirifle ah ayaa ka soo dhaqaajiyey magaalada Baydhabo xalay markay qorraxda sidaas ay u dhacday. Waa guuto aad u qalabaysan, way soo lugeeyeen 45 daqiiqo. Hadda koor ma intaanan soo gelin 45 daqiiqo marka laysu geeyo ayay Baraawe soo galeen. Waa hal guuto oo qalabaysan oo wiilashii dhamacda danabyada ahaa ee digil iyo mirifle. Inta ay soo socdeen xalay oo dhan bay soo socdeen, maanta oo dhan bay soo socdeen, hadday soo galeen. 46 minutes ayay joogaan Baraawe. Ciidamadaasi 2 meelood ayaa dagaal ku qabsaday, sanka ayayna ku soo dhufteen. Habar gidir oo Shabaab iska dhigtay ayaa jidka u goysay. Si kale haddaan u dhigaa wiil, Shabaabkan in ay ku goodiyeen isuma soo gurmani kartaan
يا جدتكنا أنجا إذن معنى إفردنا قرشان لدجيه بو أها لكن ديقل إيا مريفلي شباب معليو جيد قوينا معليسو لطنا وي يقانان وددك صدن مال موت عم بورا فرقود انتا يكون شفتان دقالامي كرايا أو باستكلي عمكو دقالامين حالي أيهي كسر دقاجيين مقالة بايدابو إيهو كوبك النوعي دي سكر دوان وطاقلوغين آية لكن تقنك آنسيدن لوك بي صومالين ما حالي ومن بي سو سعودين أنا ما شايقين وان أوقا حالي ما أنت ما شايقين ما أنت ومن بي سو سعودين لابن ميلود باجد قوية اللوان ديقاي سنكي كسر دفتين وعبا كمان لمن وعبانا كمان لا وعمن وي صوت دردرين وضضا وي صوفرتين برا وي هد الجوغان سيديتن ويل او قوضان كنجرة ماشا كسار ايسان ايدين كوك قدية سار اينا معنية هانا لقا ورسقو اد عسيس او كالي دونيانا واسو سار ايسان شباب كيني وقاركود عمام الله انتاه كب عيسين توتا ادوسو قليسين ماهد صلاة او كسار راي حمر والله اسكو فهمي هادا باكو بادا كوب كسيدا او شاقي قبان داسينا اي شاكتاي اديقل اي مريف لها وعو يري كوب كشاب يلا ده هسو يالا رحويني كوب كالكانو يالا كوب كيو يالا لكن دبادا نقلية هانا قرنينا يالا بهن هدودي يالا بهن انتاسي واوانو يالا اذن وينن وعن اذن شيغا يديقل اي مريف لي براوي دمبادير با كدو ليسا وحان كلا اطنان اسكنافة ديگا شيكوين كدود يالا نسايئو سيدا سالييلا اسكئن لو forget about that براوي دمبابير با كدو ليسا دادك الدقن اي شعب كبراوي حان او شيغا يا اسكئن لابا عيدان انا لغا قادا ايو وانا لغرا ايو مطالو حدبا ماذا حاجة ميرح كحيرو قرد كانوا حاران انت او قحي انت او سعطا انت اهلي لولك صور لولك ايمان سألقوك ما سأدولين سيدي ما تشارتينك وانا او دقال انتوريا سيدي ما تشارتينك دقال كي حتى يحوارها افرتن كل اسوى اللي قد دي لي يبا وليد انك اينا وطان سالبالار USC معني اي دامر كمريين وان وان اكدتان او لوغو سو خليي قال كعيو بف لبا قيبود وحان ولا جيدا عنق دغل اي مريفله نن اي ناك وان ريرا وان عررا غريغيان كعررا وين دماتاي وين دماتاي وحان يدي شيغينا دخدا بونتيغا ديشا اسغا ديغا قران كان قبصدا دميري كو دوغين انتي قالين مغالدا براوي دمر نن قلي oo macnay sixiroolyaal doon soo saaray ciidamo dooyo soo saartay nabadna ma rabo wanaagna ma rabo quraankana idinka awalba bari jiray waxa way nimankan way kufriyeen islaamnimo meesha uma taalo gaalnimay cadeysteen gaalkaaba roon cabdaanka ah kugu ma soo xad gudbay inta badan ka daran nimankan agahooda kuma taagna meedii ay karna maan la yihiin anagu Soomaali baan dhahay qaranima rabna meeshaas ay hadda la taagan yihiin shabeel baa i koray ma dhusin weeye digil iyo mirif law culima aan astadeeda la arkin eeyahay ka din danantay Soomaalidu sidaas nimankaas iyaga ah iska celiya iska celiya waxaan u sheegayaa dadka gudiyaa la saaray warqad inta meel la soo dhiga ku seexan doona habayaraate waxba kama jiraan waay habayaraate xabad kama jirto